بعد مرور 24 عاماً على مقتل المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار عقب إقصاء منتخب بلاده من دور المجموعات في مونديال 94 الذي يقيم بأمريكا، حيث تم تصفيته من قبل عصابات المراهنات والمخدرات محملين إياه مسؤولية الإقصاء والخسارة من المونديال بعد أن سجل هدفاً بالخطأ في مرمى خلال مباراة كولومبيا ضد أمريكا. عادت التهديدات لتطول لاعبين آخرين في كأس العالم الحالي بروسيا 2018، كان آخرهم فرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل. فرناندينيو يعيش لحظات عصيبة بعد تسببه في خروج السامبا من منافسات كأس العالم بتسجيله هدفا بالخطأ في مرمى ليساهم في فوز بلجيكا على البرازيل بهدفين مقابل هدف. أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن اللاعب البرازيلي تعرض لهجوم عنصري شديد من جماهير بلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر بالبعض إلى تهديده بالقتل. أيضا كارلوس سانشيز لاعب خط الوسط الكولومبي تلقى تهديدات بالقتل عقب تسببه في ضربة جزاء وطرد في مباراة اليابان كلفت منتخب بلاده الخسارة خلال مرحلة المجموعات، الأمر الذي دفع الشرطة في كولومبيا للتحرك باهتمام وفتح تحقيقات على نطاق واسع لمعرفة مصدر تلك التهديدات وتفادي تكرار مأساة إسكوبار من جديد. لم يختلف حال مواطنه كارلوس باكا الذي تلقى هو الآخر تهديدا بالقتل عقب إهداره ضربة الترجيح أمام إنجلترا تسببت في خروج المنتخب الكولومبي من دور 16. لاعب آخر من كولومبيا تم تهديده بالقتل هو أندريس أوريبي الذي أضاعه الآخر ضربة الترجيح أمام إنجلترا ليودع المنتخب المونديال من دور 16. الدنماركي نيكولاي جيريجيسون تلقى تهديدا بالقتل أيضا بعدما أهدر ضربة ترجيح أمام كرواتيا في دور 16 من المونديال جعلت منتخب بلاده يودع البطولة. في السويد تعرض لاعب الوسط الجناح جيمي دورماز لتهديد بالقتل بعد أن تسبب في خطأ جعل منتخب بلاده يتلقى هدفا قاتلا من ألمانيا في مباراة المنتخبين وكانت بالدور الأول من البطولة وتسببت في الخسارة بهدفين مقابل هدف. أما النيجيري أوديون إيغالو تلقى رسائل نصية على هاتفه تحذره من دخول نيجيريا بسبب إهداره فرصتين للتسجيل أمام منتخب الأرجنتين في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.